السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يا رب يجي العيد علينا بخير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنبدأ النهاردة ان شاء الله بسلسلة الكحك والبسكوت. انا عارفة ان انا اتأخرت عليكم شوية، بس ان شاء الله هنزل لكم من النهاردة لبكرة الفيديوهات كلها بتاعت الكحك والبسكوت. النهاردة هنبدأ اول حاجة بالبسكوت بتاع الماكينة. في ناس بتحب البسكوت بتاع المكنه اللي هو بتعمله على المكنه، في ناس تانية بتحب البسكوت اللي هو اللي بيبقى دايب اللي بيبقى بالكيس الحلواني. هنعمل ده وهنعمل ده، بس في الفيديو بتاع النهارده دوت هنعمل فيه البسكوت بالماكينه اللي هو بسكوت النشيد اللي احنا متعودين عليه ده. البسكوته بتبقى مقرمشه بس في نفس الوقت ماسكه نفسها. لكن هعمل لكم برضو البسكوت اللي هو الدايب خالص، اللي هو بيبقى دايب خالص ناعم بالزبده. كل واحد براحته، في ناس بتحب البسكوت بالسمن، في ناس بتحبه بالزبده، في ناس بتحب تعمله بالمكنه، في ناس تانية ما بتحبش المكنه وبتعمله بالكيس الحلواني. يعني دي كل حاجه كل واحد براحته على حسب ذوقه. طيب المقادير اللي معانا ايه؟ انا اتفقت معاكم قبل كده ان المقادير في اي حاجه ممكن نغير ونحط ونحوش فيها براحتنا، لكن في الكحك والبسكوت والحاجات اللي هي بتبقى لازم تمشي بالظبط بالجرام. طيب في ناس هتقولي لا انا ما بحبش اعمل بالجرامات، عادي. انا هقولك النهارده بالكوبايه وبالجرامات، بس نصيحه مني انا تعملي بالجرام عشان تبقي ضامنه ومتاكده ان النتيجه اللي هتطلع هترضيكي وهتطلع 100% مظبوطه. لو خدت المقادير اللي معايا النهارده بتاعه البسكوت دي، انا عاملاها قبل كده كذا مره ومجرباها وطالعه ناجحه 100%. لا البسكوته بتسيح ولا بتبقى ناشفه ولا اي حاجه، هي هتطلع لك البسكوته جميله جدا واللي انت عاوزاه، بس امشي معايا بالجرامات. يعني انا هنا معايا 200 جرام من السمنه، 200 جرام اهو، 200 جرام من السمنه، 200 جرام دول اللي هم ما يعادل كوبايه زي ما انتم شايفين. بس الكوبايه كل واحد بتختلف، ممكن الكوبايه اللي عندي هنا المج دوت ممكن مثلا يكون كبير شويه، معاكي انت مثلا مش هتعملي مج صغير هيبقى ناشف معاكي البسكوت، فانا علشان كده بقول لك امشي بالجرامات، بس انا بقول لك ده وده عشان اللي حابب. يبقى معانا تاني 200 جرام من السمنه، براحتك اي نوع سمنه عندك براحتك، عاوزه تستبدليها وتحطي زبده برده تمام مفيش مشكله. معانا كمان 100 جرام زيت اللي هو ما يعادل نص كوبايه من الزيت اهو، ما يعادل نص كوبايه من الزيت، يبقى 100 جرام من الزيت النباتي. وكمان معانا 100 جرام من اللبن، 100 جرام من اللبن. معايا هنا 320 جرام سكر بودر، 320 جرام ما يعادل كوبايه مليانه على الاخر اهي سكر بودر. اوعى ما تحطوا السكر الحبيبات، لازم السكر بتاعنا يبقى مطحون سكر بودر، تمام؟ 320 جرام. وعلى العموم انا هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوبايه عشان تبقوا عارفينها. معانا كمان هنا باكو من البيكنج بودر ما يعادل معلقه كبيره، وذره من الملح، كمان معانا معلقه كبيره من النشادر، معلقه قصدي مليانه صغيره، يعني معلقه الشاي الصغيره زي كده بس مليانه، زي كده بس مليانه. ما تعادل برضو لو انتوا عاوزين تعملوها بالجرامات وعندكم ميزان وبتوزنوا كل حاجه بالجرام، يبقى هتحطوا 4 جرام من النشادر. ومعانا 4 بيضات ودرجه حراره الغرفه، ومعاهم ذره من الفانيليا. هقول تاني على المقادير عشان ما ننساش: 200 جرام سمنه، 100 جرام زيت، 100 جرام لبن، 320 جرام سكر بودر، 4 بيضات وذره فانيليا، معلقه صغيره مليانه نشادر، وباكو بيكنج بودر وذره من الملح، وكيلو من الدقيق معانا اللي هو مخصص لعمل البسكوت والكحك. يستحسن يستحسن ان انت تجيبي الدقيق بتاعك يكون نوع كويس وتكون مخصص للبسكوت والكحك عشان تطلع النتيجه معاكي مظبوطه وتبقي ضامنه، تمام؟ اول حاجه هنعملها ايه؟ اول حاجه هنجيب معانا، هنسيب البيض هنا على جنب، هنحط اول حاجه السمن. على فكره يا جماعه البسكوت اللي انا بعمله دوت، حد هيقول لي مثلا طب انا ما عنديش مضرب، عادي، ما عنديش عجان، عادي، مش يعني مش عشان انت ما عندكيش عجان وانا عندك مضرب مش هتعملي، لا هتعملي وهتطلع حلوه وجميله. هتعملي ايه؟ ممكن تاخديهم زي ما هما كده وتحطيهم في الخلاط، تضربيهم وترجعيهم عليهم وتحطي عليهم البيض، وبعدين في الاخر خالص تضيفي بقيه الايه المكونات. طيب ده اللي عاوز. ممكن تعمليها كمان يدوي، يعني انت ممكن بمضرب سلك كده في الاناء اللي انت حاطه فيه دوت، هتعمليها وتفضلي بالمضرب وراها لحد لما هتديكي النتيجه اللي انت عاوزاها، تمام؟
هنا يبقى احنا نزلنا هنا بالسمنة وكمان الزيت وهذه السكر البودر، تمام كده عشان تبقى كل حاجة واضحة قدامكم. طيب بالنسبة للبن اللي عندنا، قبل ما نبدأ نضرب دول هنجيب اللبن اللي عندنا وننزل عليه بالايه النشادر ونقلبهم كويس جدا ونسيبهم على جنب شوية. على فكرة يا جماعة معلومة بالنسبة للنشادر، يستحسن النشادر بتاعتك تكوني جايباها طازة، يعني تكوني جايباها من عند الفريش من عند العطار، ما تكونيش جايباها من قبل كده وركنيها، لا تبقى لسه جايباها للاستخدام. هو كل ما يروح بصوا هيتقل، شايفين شايفين القوام بيختلف. احنا هنسيبهم هنا على جنب لحد لما هنضرب دول كويس جدا. يبقى احنا حطينا هنا ايه، حطينا هنا السكر وحطينا السمن وحطينا الزيت، تمام، وهنضربهم كويس. بس انا مش عاوز افصل الفيديو عشان تبقوا معايا خطوه بخطوه بالظبط بنعمل ايه، وانا بضرب البيض بتاعت السمن والزيت والسكر كويس جدا لحد ما القوام دوت يبقى ناعم خالص، هبتدي هنزل بالبيض بيضه بيضه، تمام. هنضيف دلوقتي اللبن اللي عليه النشادر. احنا مش محتاجين نضرب اكتر من كده، خلاص كده تمام كده تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اللي بيحتاج ضرب جامد جدا هي بتكون الزبدة اكتر، تمام. طيب هناخد هنا بقى البيكنج باودر بتاعنا وذرة الملح، هنحطهم على الزي الجاف، المكونات الجافة كلها حطيناها مع بعض ونقلبهم كويس كده اهو، وهننزل بالزي بتاعنا على الخليط اللي احنا ضربناه دوت. انا مش عاوز افصل الكاميرا خالص عشان تشوفوا كل حاجة بالظبط، تمام اهو. كيلو كامل اهو زي ما انتم شايفين، هتشوفوا النتيجة قدامكم. بسم الله سمي الله اشكري ربنا، اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طول ما انت شغالة دومي في الاذكار والادعية عشان ربنا يطرح لك
البركة في الحاجة وتطلع معاكي الجميلة، وما تخافيش ان انتي تقولي لا انا اصلا اخاف احسن انا ادخل المطبخ واعمل وفي الاخر بعد ما اتعب واعمل النتيجة ما تطلعش مظبوطة. لا، حتى لو ما طلعتش مظبوطة اول مرة مفيش مشكلة، كلنا بنتعلم. اعملي مرة واتنين وتلاتة لحد لما في الاخر هتطلع معاكي مظبوطة وهتبقى زي الفل. كفاية ان انتي بتعملي لولادك الحاجة بايديكي، انت ممكن تروحي تشتري كيلو من بره وخلاص على كده، بس عمر ما هيبقى في الفرحة بتاعت العجن دي في البيت وبتاعت كحك العيد بالذات، بتبقى فرحة ربنا ما يحرمش حد منها ابدا. اعملي وادخلي وجربي وان شاء الله هتطلع معاكي مظبوطة. طول ما انت ماشي على المقادير كويس ما تخافيش، هتطلع معاكي مظبوطة وهتطلع زي الفل، وهتطلع احلى كمان من اللي انا عاملاها. ناس كتير تبقى نفسها تعمل وتقول لا لا اصلا ممكن اجيب المكونات وممكن اجيب الطلبات وفي الاخر مثلا البسكوت يطلع سايح مني، يطلع مش مظبوط مني. لا، هيطلع مظبوط طالما انت عاملاه بحب وعاملاه وانت نيتك صافيه وفرحانه عاوزه تعملي حاجه حلوه لولادك، هيطلع جميل وهيطلع زي الفل. احنا مش بنعجن نعجن يعني، احنا لبنيها بس على بعض. انا ما لو تلاحظوا في الفيديو ده انا ما فصلتوش خالص عشان كنت عاوزة اوريكم النتيجة، مش عاوزة افصله وارجع اشغله تاني. لأ، شايفين؟ لا احتاجت دقيق ولا احتاجت مكونات سائلة طالعة ناشفة، لأ القوام اللي احنا عاوزينه اهو. المناديل ده اصلا انا مجرباها كذا مرة، فانت اعمليها بثقة ان شاء الله باذن ربنا هتطلع معاكي تمام. شايفين؟ شايفين؟ قوامها جميل جدا. طيب لو انت عندك مثلا الجو حر جدا وحسيت ان هي لا انا مش مستعده ان انا احطها في المكنه دلوقتي، لو ان هي تتحط اهو هي كده هتتحط في المكنه وانا هحطها معاكوا على طول، بس انا بقول لك لو انت حسيتي ان الجو عندك حر جدا وهتطلع معاكي مش مظبوطه مفيش مشكله، تاخديها كده زي ما هي كده وهتروحي لفيها باي كيس ستريتش ولا اي حاجه وتحطيها في التلاجة نص ساعه بس تتماسك مع بعضها وخلاص. طيب لو حد لسه بيعمل اول مره وخايف ان هو يعمل الموضوع ده عادي مفيش مشكله، انا مثلا عامله كيلو، جربي انت في نص كيلو ما فيهاش مشكله، اعملي كل المكونات بالنص، كل الحاجات يعني بدل ما 4 بيضات حطي بيضتين، بدل ما 200 جرام سمنه حطي 100 جرام سمنه وهتطلع معاكي مظبوطه. جربي الاول في مقدار واحد مفيش مشكله، وبعد كده لما تلاقيه طلع حلو نفسك هتتفتح اصلا انت تعملي تاني لما تلاقي الحاجه طلعت معاكي تمام. طيب في حاجه تانية، لو انت عاوزه تعمليها بتعملي البسكوت نفس الطريقه دي بس بعصير بقصنص البرتقال، هتحطي 3 جرام من قصنص البرتقال اللي هو عامل زي الزيت كده، هتحطي برده هيبقى جميل للي بيحب بالبرتقال. طيب انا كده خلصت، هفصل بس الكاميرا شويه، هعمل المكنه وهجهز السجون بتاعتي وهي هنبدا على طول، هوريكم شكله واحنا حاطينه في الصاج قبل ما ندخله الفرن. كده يا حبايبي البسكوت بتاعنا لما اتشكل اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، تشكلوه باي شكل انتوا حابينه، بالموس دوت او بالنجمه او بالمعرج، اي شكل انتوا حابينه. كل حاجه دي ترجع لكم انتوا براحتكم اهم، انا حبيت اوريهم لكم عينه يعني قبل ما ادخلهم الفرن، ولما يخرجوا من الفرن هوريكم شكلهم هيبقى عامل ازاي. كده يا حبايبي البسكوت بتاعنا بعد ما خرجناه من الفرن، شايفين الجمال؟ شايفين التسوية طبعا ازاي؟ اهو شايفين؟ اهو ده لسه سخن، هوريكوا واحدة باردة، شايفين التسوية بتاعتها؟ شايفين؟ اسمعوا الصوت، بصوا مقرمشة دايبة، بصوا جميل اهو مفروكة خالص، شايفين لونها عامل ازاي؟ ده بسكوت خفيف وجميل جدا وينفع نفطر بيه مع الشاي بيبقى حلو خالص. وان شاء الله هعمل لكم البسكوت التاني اللي هو بالكيس الحلواني اللي هو بالزبده، تمام؟ اتمنى الوصفه بتاعت النهارده تكون نالت اعجابكم، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس، واشوفكم في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.